في الدارين امين. جزاه الله عنا خير الجزاء. الفصل الثاني صفحة 29 وقفنا عليه. الفصل الثاني تأويلات السلف في غير صفاته تعالى. يعني السلف كان بيستعمل المجاز، التأويل معناه صرف اللفظ عن ظاهره، هو ده معناه التأويل لقرينة. يبقى التأويل معناه ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. لكن لو مفيش قرينة يبقى نفهمه على ظاهره او الحقيقة خلاص. ولنبدأ بسورة الفاتحة وبقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وننقل معنى الصراط من تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن طبعة الحلبي. قال أبو جعفر اللي هو إيه المصنف الإمام الطبري: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك دل في لغة جميع العرب. ثم تستعير العرب الصراط، ما تخلوش بقى الطريق الحسي اللي بتمشي عليه، تستعير بقى الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام. انتهى كلام الطبري. فده دليل أنه صرف لفظ الصراط عن معناه الظاهر الحسي وهو الطريق المسلوك إلى معناه ما يرضي الله من طاعة واستقامة. ثم يروي الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وذكر القرآن فقال: هو الصراط المستقيم. يعني الصراط المستقيم رواه عن سيدنا علي أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، وده برضو صرف اللفظ عن ظاهره. ثم يروي عدة روايات عن جابر بن عبد الله وابن عباس أن المراد بالصراط المستقيم الإسلام، وده تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 73 طبعة الحلبي. فتأمل كيف حدد أبو جعفر رحمه الله معنى الصراط في لغة العرب بأنه الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، أي أنه اسم للمكان. ثم بيّن أن العرب تستعيره لكل قول أو عمل يوصف بالاستقامة أو الاعوجاج. هكذا يستعمل هذا اللفظ تستعيره، وهو المصطلح الذي اشتهر على ألسنة البلاغيين بعد ذلك لاستعارة. البلاغيين يقول لك استعارة، هنا يقول لك تستعيره. فالاستعارة وجه من وجوه التأويل، وهو نوع من أنواع المجاز. ومعروف أن الإمام الطبري كان في الثلاث قرون الأولى، يعني هم دول السلف أهو. ويدعي ابن تيمية يقول لك أن السلف كان لا يعرف المجاز ولا يعرف التأويل. يبقى عشان تعرف أن هذا ادعاء باطل، فليس كل ما يدعيه ابن تيمية في كلامه صواب. كثير ما يدعي أشياء إذا حققتها تجدها ليست لها يعني أصل من الصحة. ففي الآية مجاز وهو استعارة تصريحية، فقد شبه الإسلام بالطريق المستقيم وحذف المشبه وصرح بالمشبه به اللي هو الصراط المستقيم. وكما أول الطبري الصراط المستقيم في الفاتحة أوله في سورة هود في قوله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أوله بأنه الحق. وذكر أربع روايات عن مجاهد تنص على ذلك التفسير، الجزء 12 صفحة 60. ومن سورة البقرة قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى، وده توفي سنة 209، يعني في السلف الصالح، احنا قايلين السلف الصالح 300 سنة الأولى. ده توفي إمتى؟ 209. في كتاب مجاز القرآن، شوف مؤلف كتاب مسميه مجاز القرآن فين؟ وميت 209، وابن تيمية في 700 هجري يقول لك ما حدش قال بالمجاز من السلف. تبقى تصدق مين؟
خد بالك، يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى توفي سنة 209 هجرية في كتاب مجاز القرآن أن المراد بالمرض النفاق والشك. يبقى هنا صرفه عن المرض الحسي إلى المرض المعنوي في الاعتقاد، برضه نوع من صرف اللفظ عن ظاهره. ويقول أبو جعفر اللي هو إيه الطبري، والمرض الذي ذكر الله جل ثناه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله وتحيرهم فيه، فلا هم موقنون به إيقان إيمان ولا هم له منكرون إنكار إشراك. ثم يروي الطبري بسندي عن ابن عباس في قلوبهم مرض أي شك. ده تفسير الجزء الأول صفحة 121 تفسير الطبري. سيدنا عبد الله بن عباس من السلف الصالح ولا من السلفية؟ ولا من الوهابية؟ ولا من التيمية؟ نصدق مين؟ عشان بس تاخد بالك من الحاجات دي مهمة. مهمة، وسيدنا عبد الله بن عباس أو صرف اللفظ عن ظاهره وجعله بمعنى آخر على سبيل المجاز. لقارينا، لأنه ممكن الإنسان يبقى عنده مرض في قلبه، مرض حسي، يعني عنده زرحة صدرية، عنده ارتفاع في الضغط، عنده ضعف في عضلات القلب، ويبقى مؤمن والأولية. ويبقى مش هو ده المرض المقصود في كلام الله عز وجل؟ والا يبقى كل واحد مريض في القلب نروح معاه للقلب، يبقى كل مرضى معاه للقلب اللي هناك في الباب الاول يبقوا هيروحوا النار. لو صرفناه على المعنى الظاهري الحقيقي. لا، يبقى المرض المقصود هنا مش مرض الحسي اللي هو بتاع طبيب امراض القلب. لا، ده معنى اللي هو الشك في امور الاعتقاد. او ايه؟ في امور العمل. يعني يبقى بيعتقد الصواب ويعمل خلافه، يبقى ده برضه نوع من المرض في السلوك. وده كلام من سيدنا عبد الله بن عباس، قال المرض في هذه الآية هو الشك. ففي الآية استعارة تصريحية أيضا، وقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يروي الطبري عن ابن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. لما اختاروا الضلالة وتركوا الهدى كأنهم اشتروها، كأنها بضاعة في السوق بتباع وتشترى. برضه اختاروا الضلالة من السوق وتركوا الهدى وإيه؟ وتملكوها وإيه؟ وفرحوا بها وتصرفوا فيها وبها. كل دي برضه على سبيل الاستعارة. لأن أولاً الضلالة لا تباع والهدى لا يشترى. يبقى كل ده صرف اللفظ عن ظاهره، مش كده بقى؟ ثم بين أن معنى الشراء أخذ المشتري مكان الثمن المشترى به، فقالوا: المنافق والكافر قد أخذ مكان الإيمان الكفر، فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلال اللذين أخذاهما بتركهما ما ترك من الهدى، وكان الهدى الذي تركه هو الثمن الذي جعله عوضا من الضلال التي أخذاه. كل ده كلام مين؟ في التفسير الإمام الطبري الجزء الأول صفحة 137. فالاستعارة واضحة في قوله اشتروا وفي قوله الضلالة بالهدى، فالمراد بهما الكفر والإيمان كما عزاه لابن عباس. وأما قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، فلنقرأ ما كتبه الإمام أبو زكريا الفراء، وده متوفي سنة 207 هجري، يبقى من السلف، في كتابه معاني القرآن طبعة عالم الكتب بيروت. قال الفراء: ربما قال قائل: كيف تربح التجارة وإنما يربح الرجل التاجر؟ خد بالك، وما ربحت تجارتهم، هي التجاره اللي بتربح ولا التاجر؟ هو ده برضه نوع من ايه؟ من المجازة. اللي بيربح التاجر مش التجاره، لان التجاره دي عمل عرض ملهاش ذمه ماليه عشان تربح ولا تخسر. ربما قال قائل: كيف تربح التجاره وانما يربح الرجل التاجر، وذلك من كلام العرب ربح بيعه وخسر بيعه، فحسن القول بذلك، لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة، فعلم معناه. ومثله من كلام العرب: هذا ليل نائم. ومثله من كتاب الله: فإذا عزم الأمر، يعني فإذا عزم الأمر يعني إذا عزمت يا مسلم على الأمر. وإنما العزيمة للرجال، الجزء الأول صفحة 14 في كتاب معاني القرآن للفراء. ففي الآية مجاز عقلي، فقد أسند الربح إلى التجارة، والأصل إسناده إلى التجار. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.
يقول أبو زكريا الفراء في بيان أن الاستفهام في الآية قد خرج عن حقيقته وهي طلب معرفة المستفهم عنه المستفهم عنه إلى معنى مجازي على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام المحض. أي ويحكم كيف تكفرون؟ يبان الاستفهام خرج عن معناه الحقيقي اللي هو طلب الإجابة إلى التعجب والتوبيخ. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يؤول الإمام الطبري الظلمات بالكفر والنور بالإيمان، ويبين سبب استعارة كل لكل، سبب استعارة كل لكل، فيقول: وإنما جعل الظلمات للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب اللي نسميها البصيرة عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني بالنور الإيمان. يبقى هو برضو لكل دي مجازة، يعني بالنور الإيمان على نحو ما بينا في الظلمات، ويعني بالظلمات ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسبله. التفسير الجزء الثالث صفحة 21. ثم يؤكد ما ذكره بروايات عن بعض التابعين، ونقف على سورة آل عمران الجمعة القادمة إن شاء الله.